من المعروف دائما دكتور أن الولايات المتحدة كانت رقما صعبا في المعادلة الدولية، ما الأسباب التي أدت إلى تراجع الدور الأمريكي أو النفوذ الأمريكي، سميه ما شئت، في المنطقة؟ بالنسبة للأمريكان، هم منذ سنوات، يعني منذ 20 عام، في مراكز البحوث والدراسات الأمريكية يدرسون هذا الحديث ويتحدثون عن أن نهوض الصين ونمو الصين بهذه الوتيرة حقيقة خصم على نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية وقوة الولايات المتحدة الأمريكية، سواء من ناحية اقتصادية أو حتى من ناحية كقوة دولة تملك نفوذ وتأثير على العالم. صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال اليوم هي أكثر دولة في العالم لديها قوات منتشرة وقواعد عسكرية في العالم. نحن نتحدث عن أكثر من 200 قاعدة عسكرية، بينما دولة مثل روسيا التي تعتبر المنافس العسكري الكبير بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وليست الصين، الصين منافس اقتصادي، ولكن روسيا بكل حجمها وانتشارها العسكري لا تتجاوز قواعدها أكثر من 5 إلى 8 قواعد عسكرية في العالم. ونحن نتحدث عن هذا الفارق الكبير بين دولة تملك 200 قاعدة عسكرية ودولة تملك 8 قواعد عسكرية، المنافس المباشر لها. المقصود أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال دولة لديها قوة ودولة تملك من أوراق اللعب الجيوستراتيجي في العالم وليس في المنطقة فحسب، وحتى نفوذها في المنطقة. ولكن هناك اختيار أمريكي كان بتغيير الاستراتيجية في عهد أوباما، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت خطأ هذا التوجه، ولذلك عادت إلى المنطقة وربما فرضت الظروف هذه العودة. لكن المقصود أن هذه العودة الأمريكية لم تكن فقط للمنطقة، إنما لاحظنا أن بمجرد وصول بايدن إلى الحكم ثم حدوث هذه التطورات في العالم من أزمة أوكرانيا وقبلها أزمة كوفيد-19، كل هذه الأزمات وأدى يعني اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة مرة أخرى إلى حلفائها السابقين. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد في فترة من الفترات على خلق بعض القوى الصغيرة ومنحها اهتمام ومنحها أدوار أكبر من حجمها في المنطقة، ولكن تبين أيضا خطأ هذه الاستراتيجية، فلذلك عادت الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى للحديث مع حلفائها التقليديين الكبار في المنطقة، على رأسهم طبعا المملكة العربية السعودية ومصر. ولذلك نجد مثل هذا التوجه الجديد يمكن أن نسميه أو القديم الجديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى حلفائها. وليس هناك من خوف، أنا برأيي كبير الولايات المتحدة الأمريكية لا تخشى من تمدد صيني أو روسي في المنطقة. يعني اليوم ليست روسيا لا تستطيع أن تتمدد في مناطق الفراغ الأمريكي بهذه السهولة، هذا إن كان هناك فعلا فراغ أمريكي حقيقي قد حدث في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية دائما تقول أنها لا تزال متواجدة، وهي حقيقة لا تزال متواجدة ولديها قواعد في المنطقة كما هو مع القواعد الأمريكية في قطر، القواعد الأمريكية في الخليج بشكل عام وفي تركيا وإلى آخره. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنسحب بشكل كامل، ولكن كانت هناك استراتيجية، هذه الاستراتيجية أشعرت المنطقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تنظر إلى هذه المنطقة على أنها منطقة ذات أولوية بالنسبة للمصالح الأمريكية وبالنسبة للنفوذ الأمريكي.